أنا في منتجع اسمه ميروساكا، نوعية الناس اللي تشتغل هنا كلهم من سكان بالي، حتى الأكل اللي يقدمونه بالطريقة البالية. هذا الطبق اسمه بيبك، يعني بيبي البط، يقدم مع رز أبيض مع شوية خضار محلية اللي هي الفاصوليا وشوية سبايسز. إن شاء الله يا ربي ما تكون كثير سبايسي بالنسبة لي. أنا راح أبتدي من فخذة البط، أقرب إلى البروستد، ما فيها ولا أي نكهة. يمكن الاعتماد الأكبر بالنكهات على الصوصات اللي موجودة هنا، عشان كذا ما يبغونها تكون منكهة بأي نكهة، عشان ما في شيء ياخذ من طعم البط. نجربها الحين مع البصل، بصل، فلفل، كزبرة. سبايسي، ها ما ينمزح، سبايسي سبايسي، خيار آمن وجيد وغدوة لطيفة، وانتوا اعتبروها بروستد، وإذا عندهم شوية هريسة ثوم انتوا في السليم.